بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة جوهر السويس، محل بصراحة يفتح النفس ويشرح القلب. حتى الراجل الواقف بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. انتوا اللي هتقولوا شوف السماحة اللي في وشه، وربنا يجعل في وشك القبولة حبيبي. اتعرف بحضرتك. محمد. المحل اكسسوارات وسرنباء وفواكه البحر فقط. طب ناخد جولة مع بعض كده. تابلوه زي التابلوه الجميل ده. لا حاجه كله من البحر ما فيهوش حاجه. ما انا عارف كله بحر وحقيقه طبيعي. بكام؟ ده عامل 300. 300 يا جماعه. في تشكيله فواكه البحر وشكل ديكوري جميل. في كهرباء كمان، فيشه. فيشه بتنور ونجمه البحر دي. ودي نجمه البحر عامله 20. 20 جنيه. اللي بالي كده يا ابو حميد. بص يا جماعه عشان تعرفوا شكلها برضو. دي محنطة ومجففة عاملة 20 جنيه. دي العادية. دي العادية لما كبرت. في بتبقى مبططة. دي يا جماعة نجمة بحر خماسية 5. بكام دي برضو؟ 30. دي ب30 عشان دي الأصل. اتفضل. انا شايف بقى الاكسسوارات. ده اكسسوارات متقطعه على مكن. متقطعه على مكن الكتروني، يعني كمبيوتر. ومعمول فيها شغل باتقان. عقود ده. وسلاسل واكسسوارات للايد. بصوا يا جماعه، لا ده انت بقى عايز بقى ايه، توريني واحده واحده بعد اذنك يا ابو حميد. اللي في ايدك دي بكام؟ ده اي حاجه على الفرش دوت ب30. 30 العقد والاسوره. عقد واسوره. العقد ب30. والله جميل. بص يا جماعه تشكيله العقود، تشكيله بسم الله ما شاء الله للغاوي. اكسسوارات طبيعيه لا مؤذيه ولا بتعمل صدى، حاجه طبيعيه من البحر، كلها قطع غيار من البحر يا جماعه. الله على التابلوه ده. ايه يا احمد التابلوه ده؟ جميل. دي صدفه دي؟ توقعه ده حاجه طبيعيه بس هو ايه؟ لا هو عامل لها تشكيله بالحفر. ايوه. بكام التابلو ده؟ ده عامل 250. 250. انت عندك ميداليات كمان وحلقان. ميداليات. بكام الميداليه دي؟ دي ب 10. ب 10 جميله. خاتم برضو بخواتم. خواتم برضو من حاجات البحر يا جماعه. الصدف الخاتم الواحد عامل 10 برضو. الله ينور عليك، الله ينور عليك. علبه العلبه دي بتاعت العلبه دي بقى برضك متطعمه من الصدف. متطعمه من الصدف يا جماعه. بتحط فيها اكسسوارات ذهب مش كده؟ لا دي طفايه. طفايه على مكتب. ودي القواعد بتاعتها. دول طقم. دي الطقم اللي هو الفناجيل الكوبايات الشاي. ودي الطفايه يا جماعه. بكام الطقم ده يا احمد؟ دي عامله 120. 120 يا جماعه. متطعمه بالصدف. بعد كده ايه؟ متطعمه بصدف طبيعي. جميل. بتاعها خشب نضيف من انواع احسن انواع. عشان تستحمل الجمال بتاع اللي محطوط عليها. ده ايه ده يا محمد؟ ده عقد. ده عقد قواقع. ده عقد طبيعي. عقد قواقع يا جماعه. ده ب 30 قلنا ولا اغلى؟ 30 برضه. 30. 30 جميل. بصوا يا جماعه شكل القوقعة شكل يفرح. وفي ميداليات هنا، احمد شايف ميداليات كبيرة اهي. وفي اساور كلها من حاجات البحر يا جماعة. الله 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 الله. ده تحفه تتحط على المكتب دي. النيش والنيش جميله حاجه ما شاء الله. بكام يعني؟ بالواحده طبعا. بالكام الواحده؟ الكبيره دي عامله 50 والصغيره 30. جميل جميل. برضه يا جماعه عقد ثاني اهو. تشكيله اكسسوارات حريمي اساور وعقود في منتهى الجمال. طبعا اسم المحل اسماك التقوى. هتجدوا الشاب اللي ربنا يبارك فيه ده. نخش بقى على البحر. على ايه؟ فواكه البحر. نهيد. نهيد ده جميل. مسلوق وداخل على الاكل. على الاكل على طول. تقطع وتعمل طحينه وليمون وكمون كمان. الله ينور عليك. بكام الطبق ده؟ ب 40. ب 40 جنيه.
والسرنباء الصغير السرنباء ده عامل 60 ده برضه مستوي، ده مستوي على الاكل على طول. اه كل الحاجات دي مستويه. واللوج... دي سريديا، سريديا صغيره دي. اه بكام السريديا؟ السريديا ب 60 واللوجز ب 60. ده اللوجز كبير، ده اللوجز كبير، ده اللوجز الكبير ده عامل 60. الله تعالى. طماطم البحر ب 50 واللوجز الصغير ده عامل 40. ادي 50 طماطم بحر يا جماعه، اللوجز الصغير ده عامل 40. طبق فيه طبق مشكل، في طبق مشكل ده جميل قوي يا احمد، ده ب 40 ده عامل ب 40 على بعضه كده. اه ده للشوربه جاهز. اه والجمل ده، والجمال الجمل ب 25، السرنباء الجمال ده ب 25 الجمل. الطبق ده ولا الحبايه الواحده؟ طبعا الواحده. اه وده طبعا خيار البحر الناشف، خيار البحر الناشف مجفف. اه والله العظيم بكام الحبايه ده بيتباع بالواحده ب 25؟ عندك فكره بيتنشر ولا بيتعمل ازاي ده؟ حاج بيتنشف في الفرن. اه بيتنشف ويدق ويطحن، بيبقى عامل زي الكمون بالظبط، زي البهارات كده، ويتحط على الشوربه. تحط معلقه، تحط بمقدار مقدار البهارات، معلقه صغيره كانك طرف معلقه شاي بقى، شطه بسكوت. الله ينور عليك. وايه ده بقى ان شاء الله؟ ده السرنباء اللي هو الناشف الصغير. اه ده الناس اللي مكسر ده، متكسر بقى ده الصغير. اه ده السرنباء يا جماعه غاويه، الناس غاويه. بكام العلبه؟ العلبه دي ب 10. في العلبه الكبيره الوسط دي ب 25، الكبيره قوي دي ولا بسيطه؟ اه تمام. السرنباء الناشف بقى ده، السرنباء الناشف بالواحده، الواحده ب 20، الواحده ب 25، الواحده ب 30. ده الكبير عنه ده. احمد ولا محمد؟ محمد. ده السرنباء يا جماعه الكبير الناشف، ده 25 حبايه، ده 25 ودي ب 30. جميل. فريش. اه بص يا جماعه بيجهز اهو يا جماعه اهو. اه اللبس يا جماعه اهو بيحضره. هو بس هنا حاجه، ده لوجز كبير يا جماعه جاهز ليه الاكل. طبعا العرق ده عرق المعده. اه ده بيتشال، ده بيتشال. اه الحته السوداء البني دي يا جماعه دي هي بس بتتشال، بعد كده بتقطع. والسرنباق لسه يا جماعه طازه اهو، بسم الله ما شاء الله. وعنده على الانابيب هنا، هو يعني هو بيشوى عنده هنا على ايده يا جماعه، نظافه عند الانابيب، وعنده الوعاء، وبيعمل الحاجات دي عنده في المحل بنظافته هو. والحاجه بصراحه يا جماعه شفتوا منوره ازاي؟ منوره وزي الفل، حاجه نظيفه. انت مجرد انك انت هتشيل العرق المعده ده وتقطعها ترانشات، وتسلط الطحينه بالثوم والليمون والشطه في الشوربه. في اه في انا بتكلم على اللي هي عايز ياكلها كده الشوربه. لا ده بيعملها شوربه بقى زي شوربه السكور، بتجيب واحدتين كابوريا وواحدتين جمبري بس. اه وتقطع اللوكس ده ترانشات والسرنباء برضو، وتنزله في الشوربه، وميه يا دوب تغطيهم. اه وغلوه واحده تعمل شوربه سيفود ملهاش حل. قال لكم شريط طبيعي شوربه السيفود عباره عن كابوريتين وجمبريتين وشويه لوكس. ولا السرنباق تاني ما ينفعش في السرنباق سندوتشات، لان السرنباق عالي. برافو عالي. ادي يا واحد تليفونك يا استاذ محمد. 012-2-4955-2-1 201. ابو حميد الشاب الجميل ده هتقول برضه الحاج ياسر حسين. ها؟ اداره المحل الشيخ ياسر. الشيخ ياسر. اه بصوا يا جماعه بصراحه حاجات اكسسوارات في هنا برضه، هي مجموعه من القواقع والبص واللوجز الكبير. تشكيلة الله. ايه وريني دي يا احمد، ايه الجمال ده؟ بص يا جماعه متغلفه، خليها ما هي متغلفه. دي بكام دي يا احمد؟ دي عامله 150، دي طبيعيه دي. ما انا عارف كله طبيعي. واللي جنبها الجميله دي؟ اللي جنبها 80. والجمل ده 25. الله الله، بصوا الجمال يا جماعه. دي سريديا دي ولا ايه دي؟ دي ام الخلول الكبيره، ام الخلول الكبير العملاق. اه ده اسيوي ده. ايوه مش هنا اسيا صراحه يا جماعه. انا مش عايز اسيب الجمال بتاع الاكسسوارات البحر الطبيعيه، حاجات طبيعي مش حاجات صناعي. ربنا يوسع رزقك. امين يا رب. ان شاء الله تشوف الخير كله. ان شاء الله. السلام عليكم.